البنات عقلتوا على القفطان اللي كنشاركت معكم اللي كانت كتصاوم سعيده؟ ها هي راه كملاتو، مازال ما داتوش غير الحديده كما كتشوفوا. الطرس اللي ديجا صورت معكم الطرس اللي كانت كتخدم انتوما، الرباطي والعقده الفرنسيه دارت في الصدر وهبطاتو كما كتشوفوا بالدمع المهرسه والحجيره ديال السيبوره ديال الخيط والابرة، دورات على العنق كامل وفي الكتاف، دوراتها كامله البنات جمعتها حتى في الجناب، وفي الكميمه درت غير ورده وحده حتى هي جمعتهم دميعات، وجات حتى الفوق الفتحه عاوتاني دارت زواقه اخرى مشمه من هنايا ومشمه من جهه اخرى، وكلها مقبوطه بالدمع المهرسه والسيبوره، يعني بلاصه السفيفه اولا بلاصه القيطان جمعتها كامله وطلعت صراحه زوينه كما كتشوفوا. شي حاجه صعيبه البنات، ها كنقول لكم غير تعلموا وخدموا على راسكم. تبارك الله عليك، عندي ورا خدمات وحده ديال التونسي، انا داك ديال الصفره تاعي واخا ما مكملهاش نوريهم، نور الحداقه هذيك اللي كتقول لي كتهضري بزاف، ها الهضره بزاف. قلت لي واحد خيتي تعليق قلت لي كتهضري بزاف. ايوا ما كتشرح، راني كنشرح باش كلشي يفهموا. هذا عاوتاني البنات ها هو كما كتشوفوا راه خيط هنايا حتى هو غيداز كلشي بالعقيق، لا غير من مليدين كما كتشوفوا. ها انتم خدمه هذا الطرس التونسي، هذا غير قفطان قفطان، وهذا قفطان حتى هو غادي دير العقيق غير من العنق البنات وفي الكميمات، وغادي تجمع غير بالماكينه. ومن هنايا هادو البنات الفتاحي الشناب فوق الفتحه دارت غير نص نص، الجهه الاخرى مازال باقي ما نقيتيش مزيان بالخيوط. الجهه الاخرى قالت لك مولات هاد القفطان ما بغاتهاش هكا مكموله وتجي من هنايا ومن هنا، بغات غير نص نص، هادشي اللي بغات. المهم تبارك الله عليها سعيده، وراني خدامه في وحده بحالها نيت بحالها، قالت لها بغيت بحال هادي ياك دير بحال جارك ولا حول باب دارك. ها اختي وصاحبتها، اختها وصاحبتها، هادي ديال اختها والاخرى الحمراء ديال صاحبتها. المهم بغا يديروا بحال بحال. المهم هادشي اللي كاين كنشارك معكم شنو كيديروا البنات، وتبارك الله عليك سعيده الله يعطيك الصحه صافي. ولالا مريم، لالا مريم راه خدامه في قفيطان بنتها ان شاء الله الله يخليها لها، راه كتخدم هاد الرشمه اللي كشتوها هادي ديجا راه دايره بوم في مواقع التواصل الاجتماعي. هنايا غادي تلبت غير الحجيرات انتم. واحد الحاجه اللي غادي نقولها لكم البنات بالنسبه خالتي مريم باش تعرفوها، حيت كاينين ثلاثه المريمات هنا، كاينه خالتي مريم وجوج مريمات، مع عمرها خدمات العقيق خدمته مباشره من هنايا، اقسم بالله البنات ماشي كنقول لكم، ها هي قدامكم وكتسمع، عمرها درت نبات اول مره خدمات القفطان ديريكت، وانتم وتبارك الله زعما الصراحه طلعت زوينه، راه اول مره، راه ماشي زعما ديجا خدمات شويه في شي يعني تعلمت لقات يديها في شي توب، لا مباشره، واخا هي دارت تعلمت الطرس ولكن تنبات راه اول مره شتو. نامين غتكملها غادي نشاركها معكم. المهم جايه في اليمن غنجيبها مع الخياطه ان شاء الله، في الكمام دايره في الكميمات غير شويه، وهذا دايره في اليمن واليسر، وهنايا غادي تنبتهم بالحجيرات، فاش ان شاء الله غادي تكملها غادي نشاركها معكم ان شاء الله باذن الله. وحاجه وحده عاوتاني كاينه هبه حتى هي كملات هذا غير جهه، جهه اخرى حتى تكملي هذا كنمشي شويه هنا شويه هنا، المهم ما يطيحش هذا. ها هي خدمة ان شاء الله. المهم هذا قفطان ديال لهيبه حيت دابا راه خدامه في واحد القفطان، داكشي دابا هادشي قالك تبقى دير شويه هنا وشويه ليه شتو. واللوينات صراحه جاو زوينين البنات، ها تبارك الله جاو زوينين.
مهم البنات بالنسبه للتطبيق راه كاين في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالو. والرشمه اللي كانوا البنات هي راه جابتها ليا وسيمه، ها هي ديال القفطه اللي وريتكم ديك الجلابه اللي كانت صاوباتها اول مره، ها هي الرشمه غادي نخليها لكم. وهبه ها هي دابا علاش هي سمحات في الاخر، ها هي دابا خدامه في هذا القفطه خصنا ندير نص، ودرت ليها الارقام باش تعرف اللوانات باش ما تدخلش شي في شي. هذاك الشيء علاش سمحات في هذا البنات، راه هبه راه ديالها هذا، هذيك عارفه الطريقه ديالو، الله نكملوها في الدار صافي. هي عرفات الطريقه غتكملها في الدار، ودابا جايه تخدم هنا. كاوتر تاعي دابا راه خدامه كاوتر في القفطان الماء، هذه اللي وريتكم هي خدامه فيه تبارك الله ما شاء الله. تاع الخدمه ما شاء الله كما كتشوفوها غزاله ما شاء الله عليها، ما يوفق. امين امين. مريم هي راه كتعلم، حتى هي كتعلم تخدمها ولاصقه في كوثر. مريم راه دابا دايره مشترك اخرين قطعتيهم وهذه بوحدها. يلا هي راه كتخدم هذه البنات. كاينه مريم اخرى، راه مريم جالسه حدا مريم. مريم راه كملات البنات هادي وراه هي خدمات هادي حتى هي، هادو غير مشترط باش يتعلموا. دابا راه كتخدم هادي، هادي البنات بصراحه كتجي زوينه حدا السفيفه، جلي لي بال البنيتات الصغار اولا حتى الكبار اللي ما كيبغيو داكشي خفيف، صراحه كتطلع زوينه. ها هي خدامه فيها تبارك الله عليك. يلا مريم وسيمه حتى هي راه خدامه بهذه الشمه هادي، ها هي خدامه. دايرين عرفتي البنات دايرين الحماس بيناتهم ياك مريم. وسيمه كي جاتك؟ شكون درتي لي الالوان تما عاد بان ليا في الكاميرا؟ بان لك هذا تسلا ما كاينش هنا، ما كاينش كاع، ما كاينش كاع صافي. وزي غديري لي الشلاط انا تما. ايوا معليش استاذ اصبر شو تفكرت لا عرفتي علاش؟ حسو باش ديري اللون يمشي باللون باش يبقى باين، يعني حتى الكليانه ملي غتشوف لون واحد غيعجبها. دابا درتي اللون هنا غادي تهرسي الخدمه. مرة أخرى ردي بالك. سعاد سعاد راه هزينا هاد الخدمة هادي، غتهزات في اللبسة إن شاء الله، غادي تشاركها معاكم في التكشيطة، غديرها في الفتاحي إن شاء الله. راه هي دابا جالسة كت هنايا راه غير دايره الثوب باش شنو غديري هنايا؟ لحقاش كنت بيض درني ما كان هذاك الشيء اللي كيقولوا البنات. دابا درت الثوب بنومارين وكانفا بيضة، حيت كانت ختيجه خدمتها الثوب بيض وكانفا بيضة ما بانتلاش الخدمة. غادي تطلق يدها هنايا، تطلق يدها في هاد السواقة هادي باش تخدمها في إن شاء الله في التكشيطة، وغادي نشاركها معاكم إن شاء الله كيفاش تتهزوها. ومعلمة معنا سعاد راه هي بقات جالسة هنايا ما خدماتش كاع، متفلسة تفلسات عندي، جات عندي وهي تفلس صافي. البنات المهم هادشي اللي كاين دابا، ما جاوش البنات بزاف، وكاينة نسيت ياسمينة ما يبقاش فيك الحالة حبيبتي. ياسمينة تا هي كطلق يدها في الرباطي. هادشي اللي درت لكم فيديو خفيف وظريف وصافي البنات، حيت كيقولك عاود مرة مرة كيعجبنا الأجواء. وها نتوما يلا ما تنساونيش عيب اللايك ديالكم تعاليق، ها وشكر وشو وقولوا لي كيفاش جاوكم البنات.